المقاولات المغربية لذا سيتم طرحهما في إطار وحدة الموضوع لتتولى السيدة الوزيرة الإجابة عليهما. السؤال الأول هو للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لكم الكلمة سيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، إن الوضعية الصعبة التي تجتازها العديد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تدعو للتساؤل عن الاستراتيجية الكفيلة بتتبع ومواكبة هذه المقاولات وإنقاذها من الإفلاس. شكرا. سؤال ثاني للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. فريق الأصالة والمعاصرة، لكم الكلمة سيد نائب، تفضلوا. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، نسائلك عن كيفية المحافظة على تنافسية المقاولات المغربية. شكرا. لكم الكلمة سيدة الوزيرة. السيد الرئيس، السادة النواب، أظن أن هناك محورين مختلفين وعلى أي نقد نجاوب عليهم. أولا فيما يخص الحفاظ على المقاولات القلوة وحمايتها من الإفلاس، خاص يكون تشخيص على الأسباب اللي كتؤدي لهذا الإفلاس. على أي فإن الرقم ديال هذه الشركات اللي كتعاني من الإفلاس خاصنا نربطوها بعدد الشركات اللي كتخلق، واليوم كاين ارتفاع في هذه الشركات، وبالطبع كيعني أن كاين ارتفاع كذلك في هذا الرقم ديال الشركات الإفلاس. لواحد الآفة اللي كتعاني منها معظم هذه المقاولات هو مشكل ديال أجل الأداء، والقانون الجديد مكننا وراه كاين أرقام اليوم مهمة جدا بأن رجعات هذه الدينامية باش ما تبقاش مشكل السيولة في هذه الشركات. كاين كذلك كل الدعم اللي كنجيبوه في الضمانات ديال التمويلات، لأنه مشكل كتعاني منها هذه الشركات. شركة تمويلكم اليوم عندها عدد ديال العروض وماشية في هذا الطريق ديال إعطاء هذه الضمانات لهاد الشركات باش يكون لها كذلك حق في التمويل، التمويل اللي غيمكن من الاستثمار، لأنه أهم حاجة. وشفنا اليوم كاين واحد الدينامية جديدة في الاستثمار. كاين كذلك الحق، وهذا كينطبق كذلك مع نقولوا تنافسية المقاولات المغربية. فالمرسوم الجديد ديال طلب العروض كيمكننا كذلك باش 30% ديال هاد العروض تكون موجهه للشركات الصغرى والمتوسطه. السيده الوزيره غتسمحي لي غادي نضطر مره اخرى باش نذكر السيدات والساده النواب شويه ديال الهدوء، راه كنشوفوا السيده الوزراء شويه كيتزعجوا، هما كيخبصوا عناصر الاجابه والكلام. الله يرضي عليكم، ارجوكم ثم ارجوكم. تفضلي السيدة الوزيرة. قلت هذا المرسوم كذلك من شأنه أنه يساعد هذه المقاولات باش تستفد من المجهود الكبير اللي كتعملوا كذلك الدولة فيما يخص الاستثمار. نخلي زميلي غيتكلم من بعد على ميثاق الاستثمار وكل ما كنقوموا به كذلك لتنافسية الشركات. أظن أن الإصلاحات الكبرى اللي جينا بها كالإصلاح الضريبي من شأنه أنه يساعد على تنافسية المقاولات، لأنه كيعطي واحد الوضوح في الرؤية، إضافة إلى نقولوا البرامج الكبرى كتوفير الطاقة المتجددة اللي من شأنها كذلك. لأن ملي كنشوفوا التنافسية ديال هاد الشركات، كاين كذلك التكلفة ديال الطاقة، كاين كذلك المناطق العقار، وكاين اليوم تسريع بالمناطق الصناعية. فنقولوا اليوم أن جميع المجهودات التنسيق بين البرامج الحكومية من أجل دعم التنافسية ديال الشركات المغربية. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ ما كاينش. ها تعقيب إضافي؟ عفوا تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، إن الأرقام التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المفلسة أو على حافة الإفلاس مخيفة وتدعو للقلق باعتبارها المكون الرئيسي للنسيج الاقتصادي، بما يقتضي ذلك من ضرورة اعتماد برنامج استعجالي يستهدف مساعدة هذه المقاولات من خلال مواكبة دعم الاستثمار، الدعم التقني خاصة فيما يتعلق بالتسريع
وتعميق التحول الرقمي، تطوير البحث والابتكار، تسريع الولوج الميسر للتمويل وتحسين شروطه بالنظر للعراقيل والإكراهات التي تواجهها في هذا المجال أمام الأبناك في غياب آليات الدعم والضمان، تحسين آجال الأداء المتعلق بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لتجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجه خزينتها، تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية بهدف تشجيع هذه المقاولات على تقديم عروضها ومنحها الفرص اللازمة والشروط المواتية لتنويع الإنتاج والرفع من منسوب الأداء ومواجهة تكاليف عوامل الإنتاج التي لا زالت مرتفعة والتي تحد من تنافسيتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية وخلق القيمة المضافة، وذلك حتى تتمكن هذه المقاولات من الانخراط في التحول. شكرا سيد نائب محترم، انتهى الوقت، نمر إلى التعقيب الموالي وهو الفريق الأسرار والمعاصرة. سيدة الوزيرة، تنشكرك على المجهودات التي تقوم بها الوزارة ديالكم. سيدة الوزيرة، تعرف المقاولات عبر العالم حسب مستويات تضررا بسبب انتشار الاقتصاد الغير المهيكل والغير المنظم، وهو يكتسح جل القطاعات كالفلاحة والسياحة والصناعة وصناعة النسيج، مما ينعكس سلبا على تكافؤ الفرص وضمان حقوق المتنافسين. كمثال على ذلك، مقاولة تشتغل في إطار القانون وتؤدي جميع الواجبات القانونية، وأخرى تشتغل في الخفاء وفي القطاع الغير المنظم، مما يتسبب في تنافس غير متكافئ، مما يؤدي إلى إفلاس المقاولة التي تشتغل وفق الضوابط القانونية والإدارية. وهنا نشيد بالجرأة والشجاعة السياسية والاقتصادية للحكومة للحد من ظاهرة الاقتصاد الغير المهيكل الذي يعطي صورة سلبية وسيئة للاقتصاد الوطني وكرامة المواطن. وبهذه المناسبة نؤكد على مواكبة ممتهني التهريب المعيشي والباعة الجائلين، لا سيما بإقليم الناظور الذين راكموا تجربة اقتصاد يكتسبها لسنوات في اقتصاد غير مهيكل، لذا حان الوقت لتأهيلهم للانخراط في الأنشطة الاقتصادية المقننة والمهيكلة، وكذا المساهمة والمواكبة لتذليل الصعوبات من خلال تبسيط المساطير وتسهيل الولوج لتمويل البنكي وتشجيع المقاولات الذاتية. سيدة الوزيرة، نؤكد على تفعيل من السطر رقمية. شكرا سيدنا محترم، انتهى الوقت.